السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه عالم هبه. مرحبا بكم في فيديو جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحه والسلامه، وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والتكنولوجيا والاختراعات العجيبه، منظمات وادوات واجهزه ذكيه مبتكره اللي غتوفر لكم الراحه اليوميه واللي غتسهل عليكم حياتكم من روتينات وتنظيفات كذلك الوقت والمجهود اليومي. فمنتوجات اللي ايضا مشكيل ديالها الصغر ما كياخذش نهائيا مساحه كما كتشوفوا معايا، كذلك غتشاهدوا الطريقه ديال الاستخدام ديالهم، فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر. وكيف العاده كنتمنى من اللي اول مره كيشاهد القناه انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. ايضا ما تنساوش لي لايك او جيم، مهم جدا باش هكا يقدر الفيديو يطلع وتشاف ويوصل الناس اللي مهتمين بهاد المنتوجات. كما شفتوا معايا منتوجات اللي هائله واللي جد مهمه واساسيه لكل منزل، فايضا منتوجات اللي هي رائعه واللي غتمنها كل سيده بيت اكيد. منظمات اللي كما كتشاهدوا معايا كيعرضوا علينا الطريقه كذلك ديال الاستعمال ديالها، فايضا الفكره ديال هاد المصابيح ديال الاضاءه الخافته جد رائعه. كذلك هنايا منتوجات حامل النباتات، فيمكن لكم انكم تجهروه بكل سهوله وكيتوفر كذلك على مجير. كذلك منتوجات اللي رائعه بالنسبه للطبخات السريعه، ايضا طبله اللي بتصميم جديد ورائع، كذلك يمكن لكم ايضا تاخذوا الحجم الكبير. فايضا مجموعه كذلك ديال الشبكات اللي يمكن لكم انكم تستفدوا منهم وتضعوا فيهم مثل يعني الثومه البصل فحويجات حدين اخرين، فيمكن لكم ايضا انكم تعلقوهم بهذا الشكل هذا. كذلك مجموعه ديال الادوات الرائعه، فايضا معقمات بالنسبه للاحذيه، كذلك منتجات بالنسبه للمطبخ، شي حاجه روعه والجوده ديالها ممتازه. كذلك مجموعه ديال الاضاءات والمصابيح الرائعه، ايضا مجموعه كذلك ديال الطابيات اللي خرجوا بشكل جديد، فشي حاجه اللي كلها افاده واستفاده للمنازل ديالنا. كذلك منتجات اللي جد رائعه بالنسبه للتنظيم، فهالطاجيرات فهما يعني شي حاجه عمليه واللي غادي توفر لكم كذلك تنظيم رائع سواء المطبخ او الحمام. فايضا خذوا اللي مصنوع من الفولاذ هكا تفاداو باش انه ما يتصداش لكم. ايضا مجموعه ديال الصنيدلات بواحد الجوده جد ممتازه، كذلك منظمات اللي رائعه سواء للمطبخ والحمام ولا اي ركن من المنزل ديالكم. فقط كيعطيكم يعني ريفيو شرح على هاد المنتوجات والطريقه ديال الاستخدام ديالها وكل واحد على حسب الاحتياجات ديالو. ايضا جلسه اللي جد رائعه، كذلك هنايا عندنا واحد الدفايه اللي يمكن لكم انكم تستخدموها، خصوصا الصينيين ضروري انهم يستخدموها في الطاوله، فهما كيحبوا الاكل بواحد الدرجه عاليه جدا. ايضا ممسحه اللي جد رائعه وذكيه اللي كتوصل الاماكن المرتفعه، كذلك طابيات اللي خرجوا بشكل جديد، فايضا منظمات بالنسبه للحمام فكاينين منهم اشكال متعدده. كذلك هنايا عندنا واحد الرفوف اللي فقط كتلصق ويمكن لكم انكم تنظموا بها الحمام او المطبخ، كذلك نوع من العلاقات اللي كتثبت هكذا في الباب. كذلك هنايا جهاز اللي جد عملي بالنسبه لسائل التنظيف، ايضا هنايا مجموعه كذلك المنتوجات الرائعه والسريعه جدا كما كتلاحظوا معايا، فمنتوجات اللي كلها رائعه وجد عمليه للمنازل ديالنا. ايضا الفكره ديال هاد العلاقه جد كيوت وايضا كتلصق، كذلك هنايا حامل المناديل وكذلك كتوفر على واحد الرف يمكن لكم انكم تضعوا فيه بزاف ديال المنتوجات. فكما كتلاحظوا معايا فالطريقه ديال الاستعمال ديالهم ساهل. كذلك هنا مجموعه ديال الحلل، فمنتوجات اللي هي روعه وبالجوده ديالها، كذلك متوفرين هاد الشكل الصغير وكاينين الاحجام اللي كبيره فعلى حسب الاحتياجات. كذلك هنا مجموعه ديال السيكان وبواحد الجوده ممتازه، كيتوفروا كذلك على جميع الالوان، فشي حاجه اللي كيوت ورائعه جدا. فايضا يمكن لكم تضعوا فيها هكا المحويجات ديالكم وتخرجوا، فشي حاجه اللي يمكن لكم ايضا انكم تستعملوها في الاستخدامات اليوميه، فالجوده ديالهم ممتازه كما كتلاحظوا. فايضا يمكن لكم تاخذوا الحجم الكبير، فهما يعني هاد المنتوجات كامله لها احجام معينه، فقط كيعطيكم حجم اللي يقدروا انهم يشرحوا لكم به المنتوج. كذلك مجموعه ديال الشبيكات اللي جد عمليه في التنظيم بالنسبه للاواني،
فكاينين هاد الشكل هذا، وكاينين اشكال متنوعه اخرى اللي يمكن لكم تستافدوا منهم في بزاف ديال الاواني اللي كتستخدموها يوميا. فالفكره ديالهم جد عمليه. كذلك هنا عندنا واحد الكاسروله اللي خرجت بواحد الجوده ممتازه جدا، والشكل ديالها الصغير ما كياخذش نهائيا المساحات. فايضا فرشات كذلك بالنسبه للتنظيف، وكيوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها وكذلك الجوده. فايضا مجموعه ديال هاد المنظمات والعلب الرائعه اللي يمكن لكم توضعوا فيها بالنسبه للفواكه، كذلك الفواكه المجففه الحلويات. فكما كتلاحظوا معايا الجوده ممتازه ديالها وضد الكسر. وندخلوا كذلك لهذا المقطع فيه مجموعه ديال المنظفات الرائعه، كذلك مساحه ديال الارضيات، كذلك يمكن لكم ايضا انكم تاخذوهم من الاسواق العاديه، راهم متوفرين. ايضا هنا بوبيل اوتوماتيك كما كتشوفوا معايا، فالفكره ديالو هائله. كذلك مجموعه ديال العلب والمنظمات الرائعه حامل السكاكين، وكذلك يمكن لكم تستخدموه كمعقم. فبالنسبه للمتابعين اللي مازال كيسولوا على هذه المنتوجات فين نقدروا نلقاوهم، فكنتمنى انكم تفرجوا الفيديو من اول دقيقه حتى التالي، هكا تستافدوا بزاف ديال الحوايج كذلك باش تكتشفوا جميع التفاصيل ديال هاد المنتوجات اللي كنعرض عليكم. فعلى العموم غتقدروا انكم تدخلوا على المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه، منهم موقع علي اكسبريس وامازون وغيرهم، وكذلك كاين تخفيضات اللي هي مهمه، غتدخلوا لاي منتوج اللي حبيتو غتلقاو جميع التفاصيل من سعر من صنع كذلك الاحجام كذلك الالوان، يعني جميع الاسئله ديالكم غتلقاوها على المنتوج. فكذلك يمكن لكم تلقاوهم في البلدان ديالكم، ما عليكم الا تقلبوا جيدا فاكيد غادي تلقاوهم في الاسواق العاديه. كذلك كاينين منهم اللي في جروبات اونلاين على الفيس، كذلك في صفحات ديال تيليجرام، كاينين في ايكيا. فما عليكم الا كما كنقول لكم دائما انكم تقلبوا فاكيد غادي تلقاوهم. فقط لي تكونوا منتوجات اللي هما حصريين يعني حديثين جدا، فهكا يمكن لكم ايضا انكم تلقاوهم فقط على المواقع اللي ذكرت. كذلك هنا مجموعه ديال المنتوجات الرائعه بالنسبه للسيد الكوري، كيفتح معنا المنتوجات ديالو وكيعرض علينا بالنسبه لهاد المنتوجات الذكيه والطريقه ديال الاستعمال ديالها. فكذلك هنايا الفكره ديال هاد الفوطات جد ممتازه في الامتصاص، كذلك منظمات اللي شفناهم من قبل، ايضا هنا فواحه، كذلك مجموعه الاكواب اللي جد رائعه وممتازه. فمنتوجات اللي هي ضروريه لكل مطبخ. فبالنسبه للمتابعين ديالي ديال المغرب، فخليوا لي التعليق في الصفحه ديالي عالم هبه الطب اختيك اللي متواجده على الفيس، يمكن لكم ايضا انكم تاخذوا هاد المنتوجات من المغرب، فهما متوفرين عندنا. يمكن لكم كما قلت لكم تتابعوني فقط وتخليوا لي اسم المنتوج او تاخذوا لكم سكرين، وانا نزل لكم الرابط ديال هاد المنتوج وتدخلوا منه للصفحه، فهكذا تطلبوا المنتوج اللي بغيتوا وعندكم تجربات مده اسبوع. الا ما عجبكمش المنتوج تقدروا انكم تغيروه. ايضا مجموعه كذلك ديال العصارات الكهربائيه، كذلك هنا الطاجرات اللي هي مهمه واساسيه بالنسبه لتنظيم المطبخ، كذلك هنا جهاز للقدمين كما كتلاحظوا كيحيد يعني الجلد الميت، كذلك علاقه اللي جد رائعه ومميزه اللي يمكن لكم انكم تستافدوا منها. فكذلك منتجات اللي هي هائله، عصارات اللي متنوعه على حسب الاحجام، كاين الاحجام الصغيره كاين الاحجام الكبيره، ويمكن لكم انكم تاخذوهم وانتم خارجين. وكذلك مجموعه ديال المقلات بالاغطيه ديالهم، وكما كتلاحظوا الجوده ممتازه ضد اللصق. كذلك هنا غلاي كهربائي، كذلك هنايا مروحه اللي جد عمليه اللي يمكن لكم ايضا انكم تلصقوها في اي ركن من المنزل. كذلك هنايا علب اللي يمكن لكم تضعوا فيها مجموعه ديال البقايا ديال القشور الفواكه او الزريعه، كذلك هنا كوبيل اوتوماتيك. ايضا المنتوجات اللي هي رائعه بالنسبه لتنظيم الثلاجه، فشكيلات اللي هما خرجوا جدادين، كذلك هنا منظمات بالنسبه للعلب ما كياخذوش نهائيا المساحه. كما كتلاحظوا معايا منتوجات اللي رائعه، كذلك في تنظيم القراعي ديال الزيوت كذلك التوابل. فايضا هنايا عندنا واحد الاله اللي جد عمليه، عصاره كهربائيه اللي ضروريه. فايضا هنا مجموعه كذلك ديال العلب بالنسبه للتنظيم، فيمكن لكم فقط كذلك انكم تلصقوهم. ومن الحاجات المهمه كذلك الاساسيه في فصل الصيف الاله العجيبه ديال البعوض او الناموس، كذلك هنا حامل المناديل الورقيه. فايضا منتوجات اللي رائعه
بالنسبة للأجهزة الكهربائية ولتوفير الوقت كذلك فكلها جودة ممتازة من هذه الناحية ما تخافوش. فأيضا الفكرة ديال هذه الغسالة جد عملية واللي قابلة للطي، فكذلك يمكن لكم تصبنوا فيها الحويجات ديالكم وكتغيروا على حسب الفرشات كاينين يعني ديال الاحذيه وكاينين ديال الملابس. ايضا هنايا مكنسه يعني يدويه بالنسبه للملابس وليزوره كما كتلاحظوا معايا، كذلك هنا علاقات اللي جد عمليه وطاجرات مهمه. فايضا هنايا عندنا واحد الجهاز ديال الاحذيه يمكن لكم انكم تنشفوا فيه الاحذيه، كذلك هنايا عندنا واحد الشطابه بالبلد ديالها للفكره ديالها مميزه، كذلك هنايا عندنا مكنسه كهربائيه. فمنتوجات اللي هي كلها افاده للمنازل ديالنا باش اننا ناخذوا الراحه ديالنا وحنا ننظموا يعني الروتينات المنزليه ونضموا الوقت ديالنا يعني نشريو الراحه ديالنا. فمنتوجات اللي هي اساسيه لكل منزل اكيد غادي تنفع جميع السيدات. فايضا هنايا عندنا واحد الجهاز بالنسبه كذلك كتحيدوا به الزغب بجميع الجسم. ففيديو كله افكار وافاده من منظمات وادوات منزليه، فكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف بزاف يا اغلى متابعات ومتابعين اينما كنتم، تلقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.